النهاردة يوم تاريخي في مصر، الجنيه اتفتح اتعاون. إذا كان ديون مصر كانت حاجة واربعين مليار ساعة ما جه السيسي، دلوقتي على حسب تعريف حضرتك وصلت إلى 159 مليار. لن يدخل مصر دولار واحد من الأموال الساخنة طالما أن الدولار أمام الجنيه غير مستقر. كلام حضرتك ان التضخم 40%، فاذا كده الجنيه خسران 60 قرش بعد التعويم، الجنيه صفر. يقوم الراجل المستورد على اي سعر هات لله يخليك، وبعدين تحمله علينا كمستهلك. تمام، فده يعني في الاسعار بقى يا استاذ محمد قفزات في الاسعار. هل الدولة مش ممكن تتدخل وتعمل كنترول في الأسعار ده؟ السادات كان عامل صندوق جوه البنك المركزي يقول له لو هتستورد كل السلع التموينية دي هنزل السلع دي ب 18 قرش في السوق. فيسيطر كده على الأسعار. ما هو الأثر الأخلاقي على اللي جاي في مصر بعد القصة دي؟ هو هذا هو أخوف شيء، لأن ده هينشر الفساد في أخلاق المصريين.